عسلم. نواصل الحديث حول السياسة العالمية والوضع في تونس. في الحقيقة هذه الفيديو باش تكون نوعا ما دردشة في اللي يحصل في تونس، ونحاولوا باش نفهموا بصفة عامة بالطبع على حسب وجهة نظري شنو قاعد يحدث في تونس بالضبط. قبل ما نبدأ الفيديو هذه حبيت نقول حاجة لياسر أشخاص معناتها قالوا لي انتميت للحزب الليبرالي التونسي ثم خرجت منه وسماه هذا نوع من قلبان الفيستا. حبيت نقول لهم حاجة ياسر مهمة، راهو الإنسان اللي عنده عقل يخمم به مش يشد في حاجة ما يسيب، وقت حاجة يشوفها ما تساعدوش ولا ما تمشاش مع الأهداف متاعه يمكن يخليها، وهذا أمر عادي. احنا نعرفه اللي كان الإنسان اللي ميخممش والإنسان الخاضع والمستسلم هو اللي يشد في حاجة ما يسيبها. احنا نشوفه في تونس الإسلامي إسلامي عنده 40 سنة، الشيوعي شيوعي عنده 40 سنة، الليبرالي ليبرالي عنده 40 سنة. علاش؟ على خاطر يمشي في طريق ورغم كل الأخطاء اللي يشوفهم فيه ديما يبدأ متمسك به. احنا حتى رؤساء الأحزاب اللي هما معناتها من المفروض أن يكونوا يؤمنوا بالحرية ويؤمنوا بالديمقراطية تلقاهم يتبدلوش جملة واحدة. أنا وقت انتميت للحزب الليبرالي التونسي مش انتميت على خاطر هو الليبرالي، أنا وقت انتمي لحزب كنت باش ننتمي قبل الحزب يسار اشتراكي، ولكن وقت جيت ننتمي لبعض الأحزاب الاشتراكية لقيت روحي من نجمش نعبر على أفكاري كما نحب أنا، إذا لم انتمي إليها. بالنسبة لي أنا مش مهم المنظومة اليسارية ولا المنظومة الرأسمالية، الأهم بالنسبة لي أنا هما إخلاص العباد اللي يخدموا، الإخلاص متاعهم وإعطائهم للحرية واحترامهم للعناصر اللي موجودين في الحزب. قد يكون حزب كما حزب النهضة مثلا هو حزب يعني إسلامي عروبي أفكاره يعني مدمرة غير صالحة لتونس، ولكن منجموش ننكروا اللي ياسر عناصر منه يعني مخلصين للأهداف متاعهم. قد تكون مخلص الهدف غلط أحسن، يعني تخدم أحسن وتوصل أكثر من اللي تكون أنت ماكش مخلص وتخدم الهدف سامي. إذن المشكلة مش يساري ولا يميني، المشكلة هو الإخلاص وحب الوطن والحرية داخل الحزب. أنا وقت انتميت للحزب الليبرالي التونسي انتميت على خاطر معناتها كان عندي أمل أني نفجر طاقاتي في هذا الحزب، ولكن بعد انتهاء الحملة الانتخابية اكتشفت أن الحزب لا يربي رغباتي وأنه يمنعني باش نعبر على أفكاري. ككل الأحزاب التونسية ليس هناك ديمقراطية داخل الأحزاب. راشد الغنوشي ديما هو رئيس الحزب نتاع النهضة، حتى وقت ينحيوه في بعض الحالات يعاودوا يرجعوه. علاش؟ على خاطر ما فماش نظام ينطلق من عناصر القاعدة إلى الرئاسة. تشوفوا الأحزاب في أوروبا بعد كل انتخابات يتم تبديل رؤساء الأحزاب، لأنها القاعدة الحزبية هي اللي تنتخب المجلس الوطني، والمجلس الوطني هو اللي ينتخب المكتب السياسي، والمكتب السياسي هو اللي ينتخب رئيس الحزب. في تونس وفي الدول العربية بصفة عامة لا، رئيس الحزب هو اللي ينتخب المكتب السياسي، فهمتوا، هو اللي ينتخب المجلس الوطني، والمجلس الوطني يخدم على جلب الأعضاء، فهمت، بدون مراقبة لا في الأموال ولا في طريقة العمل والحرية.
الأحزاب الكل في تونس تخدم بهذه الطريقة، ذاك علاش حمى ديما هو رئيس الحزب، فهمت؟ فلان هو ديما رئيس الحزب، راشد ديما هو رئيس الحزب، هذا كل الأحزاب، الشابي هو ديما رئيس الحزب، رؤساء الأحزاب ما تبدلش، يعني فما ديكتاتورية داخل الأحزاب التونسية. كيفاش تنجم، فهمت، تدعو للديمقراطية وتدعو للحرية والأحزاب تعيش الديكتاتورية من أعلى هرم إلى أبسط هرم؟ إذا أنا وقت شفت هذه الحالة، شفت أنا كعضو في الحزب ليس لي الحق، فهمت، أن أشارك في الحزب، وحتى مع الأعضاء الكل يبدلوا رئيس الحزب كي هو ما يخدمش خدمته، قاعد ما يخدمش خدمته. أنا مانيش ضد رئيس الحزب، أنا نتكلم بصفة عامة. الحزب اللي ما يقدمش الخدمة بتاعه عنده انتخابات 5 سنوات يتنحى. ما يقدمش الحزب يتنحى، بعد كل انتخابات يجب مراجعة من القاعدة الحزبية، لازمها هي اللي تختار وهي اللي تقرر. هذايا مش موجود مع الأسف في تونس، ومازال ما وصلناش لهذا المستوى. أنا حبيت نقول معناتها حاجة هوني، نحن بصفة عامة، إن احنا نعرف فما معسكر غربي ومعسكر شرقي. المعسكر الشرقي اللي كان ممثل معناتها بالفكر اليساري أو الشيوعي، معناتها نجم نقولوا انتهى، فهمت؟ يعني بقات بعض الجيوب، بعض المعارضة، ولكن انتهى. الشيوعية نجم نقولوا ماتت كفكر. اللي يعوض الشيوعية هي الاشتراكية. الاشتراكية هي أقرب للواقع من الشيوعية المثالية اللي أخذت أبعاد إيديولوجية نجم نقوله تعصبية. والفكر اللي انبع عن الاشتراكية هو ما يسمى بالاشتراكية الديمقراطية. على خاطر هذا معناتها الفكر الشرقي بصفة عامة. يعني لو ننظر للعالم، انها الاشتراكية الديمقراطية اللي توا قاعدة تطبق تقريبا في اوروبا، يعني اوروبا اللي كانت معناتها ضد الشيوعية وضد المعسكر الشرقي، تبنت ما يسمى بالاشتراكية الديمقراطية التي تحافظ على حقوق الفقير وفي نفس الوقت ما تظلمش الغني. لان الفكر الشيوعي او الفكر الشرقي بصفة عامة هو فكر جاء ضد الاغنياء، وهذا اثبت فشله، لان انت كما تشجعش الاغنياء باش ينجوا باش يخدموا، الاقتصاد باش يطيح. اذا هذه تجربه انسانيه، واحنا نعرف ان الاحزاب السياسيه هي جاءت لكي تعوض الاديان. الاديان قبل كانت هي تتدخل في السياسه، اتطور العالم وفهم ان الاديان لا يجب ان تتدخل في السياسه، ويجب فصل الدين عن السياسة. هذا يفهموه ياسر من الدول، وتقدمت إلا المجتمعات متاعنا مع الأسف ما زالت تخرف وما زالت تفكر إن الإسلام هو الحل. يمكن نقبل به الإسلام كدين، ولكن لا يمكن أن نقبل به يتدخلي في السياسة ويتدخلي في الاقتصاد ويتدخلي في الحياة في المجتمع. حتى في المجتمع الدين لازم يكون مسألة فردية. تحب تؤمن أؤمن، ولكن أمور فردية. إذن هذه التجربة الشرقية اللي معناتها تكسرت، معناتها ونجم نقولوا احنا معناتها أثبتت فشلها اليسارية، وما زالوا حتى التوا مثلا الدول معناتها بتشوف التخلف متاع الدول متاعنا، مازلنا ماسكين بحاجات فارغة. فعود نتطوروا والأحزاب متاعنا معناتها تتبدل وتعمل اجتماعات وتشارك الشباب وتشارك القاعدة وتطور من روحها، مش مفهمة حتى عبرة. والإنسان حاجة ما عجبتوش يخرج منها. أنا الحزب ما عجبنيش خرجت منه، حزب آخر يعجبني ندخل فيه، شنو فيها؟ هذا ما يتسماش معناتها تقلب، بالعكس هذا تطور. مش نشد في حاجة من سيء. أما بالنسبة للتجربة الغربية اللي هي الرأسمالية والليبرالية القديمة، حتى هي تطورت
وظهرت ما يسمى بالليبرالية الجديدة اللي معناتها كانت تقبل ما تؤمنش فهمت بحقوق الفقراء، الآن أصبحت معناتها تاخذ بعين الاعتبار لأنها فكر يساري لا يؤمن بحقوق الأغنياء لا يمكن أن يكون واقعي، وفكر رأسمالي لا يؤمن بحقوق الفقراء أو الغير قادرين ما يمكنش يكون واقعي، لازمنا نكونوا احنا متوازنين، هذه تجربة إنسانية. يعني وتنطبق أنا الليبرالية ما نطبقهاش على النظام القديم ما يسمى بالغناء الفاحش. لا، الغني عنده الحق يولي غني، ولكن عنده ضريبة وعنده ياسر حاجات لازم يدفعهم. علاش باش معناتها ميغولش على خاطر راهو كل ما يكثر الغناء يكثر الفقر، لان فما اموال عندنا ميزانيه تاع الدوله، عندما واحد تعطيه انت ربع ميزانيه الدوله يملكها شيء طبيعي باش يبقى 75% فقراء. اذا وقت نجيو نساعد انا معناتها نتكلم بصفه عامه لازم اخذ بعين الاعتبار هذوما الفقراء. هذاك علاش الرأسمالية فشلت وظهرت ما يسمى بالليبرالية الجديدة التي عن طريق النظام الاجتماعي وعن طريق الضريبة تعمل نوع من التوازن. وهذا العالم شنو قاعد يصير بينما احنا في الدول العربية الإسلامية بين قوسين، ونتكلم بتونس، انا هذايا معناتها القناة جعلها معناتها الحديث على تونس فقط، فما قناة أخرى نحكي بصفة عامة لكن هذه القناة هي خاصة بتونس بصفة عامة، ويمكن الاستفادة بالنسبة للدول الأخرى. إذا هنا اللي حبيت ألخصه في المسألة، يعني هذه المجموعتين ما يسمى بالليبرالية الجديدة والاشتراكية الديمقراطية، هذوما توا في العالم، انا معناتها الفيديو هذه نتكلم على السياسه العالميه، هذه هي السياسه معناتها العالميه اللي فين وصلت. احنا فين وصلنا؟ الاحزاب نتاعنا فين وصلوا؟ مازالوا يفكروا لك في الليبراليه القديمه، ومازالوا يفكروا لك في الشيوعيه، ومازالوا يفكروا لك في حقوق العمال. حقوق العمال مش بهذه الطريقه حلوها، مش بطريقه اللي بالفكر الشيوعي اللي فشل وثبت فشله. إذا هذوما المجموعتين، وهنا حبيت نقول حاجة، إن في العالم وتننظر للعالم نلقاو اللي فما دول ذات سيادة، وهذه الدول ذات السيادة معناتها مجموعة في مجموعتين كبيرة نجم نقول. عندك ما يسمى بالنظام الغربي سواء الأوروبي سواء الأمريكي، هو معناتها داخل المجموعة الغربية فما طرفين، فما طرف أمريكي وفما طرف غربي، وهذوما يختلفوا ولكن متفقين بصفة عامة على الأهداف معناتها المهمة. هذوما دول ذات سيادة. هناك في المعسكر الشرقي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فما دول زادة ذات سيادة. توا مثلا الاتحاد السوفيتي بعد سقوطه روسيا رجعت السيادة نتاعها. هناك كوريا الشمالية ذات سيادة، مهمناش في النظام اللي تتبعه. عندك الصين ذات سيادة، عندك كوبا ذات سيادة، عندك إيران رغم اللي هي نظامها إسلامي ولكن ذات سيادة. أما بقية العالم فهو يعتبر فهمت ليس له سيادة، تتحكم فيه اللعبة السياسية هذه، يا أما الجانب الأمريكي يا أما الجانب الغربي يا أما الصين يا أما روسيا يا أما دول أخرى. حتى في جنوب أمريكا فما دول ذات سيادة. تونس مع الأسف من الدول ما عندهاش سيادة، لكن وقت نجي نشوفوا على الساحة السياسية شكون يلعب في تونس، نلقاو اللي يلعبوا في تونس واللي هما قويين هما النهضة اللي هي تابعة للسيادة الأمريكية ما يسمى بالليبرالية الأمريكية، والتي الليبرالية الأمريكية تستعمل الدين
تستعمل الدين علاش؟ على خاطر بالدين تنجم تسيطر على العباد. تلقاها مسيحية، يهودية، إسلام، ميهمهاش. صحيح هي تحارب الإرهاب، ولكن الإرهاب ساعات تستعمله لمصالحها الخاصة. احنا مانيش نلومه في أمريكا أنها تستغل فينا كي احنا ما عندناش سيادة، ما عندناش شخصية. إنسان ما عندوش شخصية ما تلومش علاش العباد يستعبدوا فيه. الآخرين يستعبدوا فيه، اللي عنده القوة يستعبدوه. أنت لازمك تكون عندك سيادة، وإحنا تونس حسب التجربة نتاع 3 سنوات هذه أثبت، معناتها ثبت لنا اللي إحنا شعب ما عندناش سيادة. تتحكم فينا الإدارة الأمريكية عن طريق قطر ودول الخليج على فرض ما يسمى بإسلام، فهمت، خليجي ذات صبغة أمريكية تخدم المصالح الأمريكية. وعندنا فرع آخر اللي هو غربي فرنسي اللي يؤمن بالإسلام الشكلي ويخدم مصالح أوروبا وفرنسا اللي هو شق نداء تونس. وقت أنا نشوف الوضع هذا في تونس ونعرف اللي تونس ما عندهاش سيادة لأنها لا تعترف لا بتاريخها، لا تتشرف لا بتاريخها لأكثر من 10,000 سنة، اللي ما عندهاش هوية، اللي ما عندها حتى شيء، اللي ما زالت مستعمرة من العروبة، شيء طبيعي باش يجيو يستغلوها سوى أمريكا بالفكر الليبرالي نجم نقوله احنا القديم، وإلا النداء بالفكر الليبرالي الحديث أو بما يسمى بالاشتراكيين الجدد. أما الفكر العمالي أو الشيوعي فهو ضعيف في تونس وأثبت ذلك، فهمت، لأنه لا يريد أن يتطور، ولأن أكثر القيادي نتاعو بحد ذاته إنسان انبطاحي، إنسان ثقيل، ما يعرفش يتحرك، ما عندوش تجربة سياسية حديثة، عنده تجربة سياسية متاع 75. راهو العالم تطور يا حما، العالم تطور، تطور الأمور، لازمك تتحرك توا، الدقيقة بحسابها، الدقيقة بحسابها. واحنا نعرفوا اللي نداء تونس، نداء تونس اللي قلت حتى في الفيسبوك متاعي اني يعني ادعم السبسي مؤقتا حتى نحيو الطرطور هذا. وحسب رأيي ان نداء تونس يتبع في خطة اوروبية هو تكسير البنية التحتية للاسلام السياسي اللي هو القاعدة اللي زرعتها النهضة باش ينجم يوصل للحكم، وجعل ما يسمى النهضة كحزب مثل كل الأحزاب. هذاك علاش في المجلس تم انتخاب عبد الفتاح مورو اللي يعتبر هو أكثر واحد متفتح، لكن بالنسبة لي أنا من عبد الفتاح مورو إلى أبو عياض كلهم في لعبة واحدة. كان النهضة تحب تتبرأ، تتبرأ كليا، فهمت، من الجناح العسكري متاعها والجناح التحتي، رأيت ولي ما عندها حد حتى قيمة. هي تحاول زعم الظاهر أنها تتبرأ منهم، ولكن هذا ليس صحيح وما تنجمش تتبرأ منهم، لأن لو تتبرأ منهم تصبح حزب كما حزب المؤتمر ولا حزب الشابي ولا حزب، يعني ما عادش عندها حتى قيمة. يعني القاعدة نتاعها هي في الجوامع، القاعدة نتاعها هي في ال... في ال... في عمق المجتمع التونسي، في المناطق الفقيرة والمناطق المهمشة. إذن احنا ليس لنا خيار، يا أما فهمت نتبع نداء تونس اللي هو أقرب لينا واللي يعني يؤمن بحداثة إسلام بين قوسين، فهمت، حداثي، فهمت، ويبقى ديما إسلام، راه فماش هذا حداثي، يعني الإسلام مهما تطور لا يمكن أن يكون حداثي، لا يمكن أن يكون حداثي، هذه مسألة واضحة.
فهمت؟ الإسلام عندما يصبح حداثي لم يعد، ما عادش يولي إسلام أصلا. هذاك علاش احنا وانا شخصيا فهمت نأيد القايد السبسي حتى نحيوها الطرطور من بعد المعركه. ما ننساوش اللي فما مد قاعد يتطور في تونس، وهو المد اللاديني الالحادي هذا قاعد يتطور بطريقه صحيح، مازال ماهوش متحد، ولكن انا نقول الثوره الالحاديه هي ثوره صامته، لأن التغيير يوقع على مستوى الفرد، ما همش باش يخرجوا ويعملوا مظاهرات، لا، يخرج من الإسلام، صحيح يحتفظ ذلك معناتها لنفسه لأن خوف من المجتمع، ولكن عندما يكثر العدد نتاعهم، واللي معناتها الخمسة سنوات القادمة، أنا نشوف المعارضة لازمها تكون معارضة ضد الإسلام، عندما نقول إسلام إسلام. صحيح الإسلام السياسي، ولكن قاعدة الإسلام السياسي هو الإسلام وضد العروبة. هما قسموا تونس، قسموها من بين شق أمريكي خليجي، ومن بين شق غربي أوروبي، وشق شرقي اللي هو حما والجماعة متاعه الحثالة من العروبيين اللي معاه، فهمت؟ ولكن فما شق اخر اللي هو ماهوش مشارك في الحكومه، ما عندوش احزاب، ما عنده حتى شيء، ولكن هو اللي لازم يخدم الخمس سنوات القادمه، وما ينجمش يخدم الا تحت حكومه كيما حكومه السبسي، ما ينجمش يخدم تحت حكومه نهضويه، نجم يخدم كان تحت حكومه كيما حكومه السبسي اللي هي ماهيش المثل. وهذا الشق الوطني، عندما نقول الوطني، الوطني التونسي اللاديني الذي يفصل الدين كليا ليس عن السياسة فقط وإنما عن المجتمع أيضا، ويسعى لكي يكون الدين أو المعتقد سواء كان إسلامي سواء كان يهودي سواء كان مسيحي سواء كان بوذي مسألة شخصية. هذا الشق اللي يؤمن بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، الذي ضد الدستور التونسي، اللي ضد العالم الاستعماري التونسي، اللي يسعى من أجل اللغة التونسية تصبح لغة رسمية كما اللغة المالطية، وإنها اللغة الأمازيغية تصبح لغة وطنية وعندهم الحق، فهمت؟ يتعلموها في المدارس الحكومية وغيرها. هذا الشق اللي يعترف بتاريخ تونس من أصولها الأمازيغية مرور بكل الحضارات اللي مرت عليها، هذا الشق اللي يحب تونس تولي عندها سيادة، يعني أمريكا ولا الغرب ولا حتى الشرق عندما يتعامل مع تونس يتعامل معها كما يتعامل مع إيران ولا مع كوريا الشمالية ولا مع روسيا كما هما يتعاملوا مع بعضهم، على خاطر احنا مازلنا قصر بالنسبة لهم. عندهم الحق مدام قصر، هما أولياء علينا، هما أولياء علينا. لهذا نقول يعني المستقبل في تونس في العشر سنوات القادمة هي ثورة حقيقية، ثورة حقيقية في العشر سنوات القادمة تكون ثورة حقيقية من أجل سيادة تونس. اللي يفهموا في اللغة التونسية لازم يجعلوا قواعد نحو وصرف للغة التونسية، يجعلوا منجد للغة التونسية. علاش لا ما نعملوش منجد للغة التونسية؟ شبيها المالطية خير منا ولا الهولندية خير منا؟ ما هي دارجة، رجعوها اللغة وغيرها من اللغات، وغيرها من اللغات. ولازم نحافظ على الحدود بتاع تونس، يعني الحكومة المقبلة لازمها تهتم بالجنوب، الجنوب تم تهميشه من عهد بورقيبة، تم تهميشه. علاش تم تهميشه حسب رأيكم؟ مش صدفة، لأن بورقيبة يتبع المنظومة الغربية الأوروبية، وعندنا ياسر ثروات في الجنوب،
ياسر ثروات عندنا في الجنوب وما يساعدهمش شعب في الجنوب مثقف كان يتثقف يولي يشوف الثروات اللي فين ماشيه وينتبه للغاز والبترول اللي عندنا والفوسفات ويطالب بحقوقه اذا لازم يقعد حاشاكم بهيم مش ما يشوفش بهيم باسم الاسلام باسم العروبه باسم اللي تحب عليه انت خليهم في الجوامع متاعهم قاعدين وما يشوفوا في حد شيء اذا لازم الجنوب يفيق على روحه زاد هو معناتها لازم شباب الجنوب يتوقفوا من الخوف كما الساحل اتطور كما الشمال اتطور كما المناطق مناطق معناتها في تونس تطورت لازم الجنوب والمناطق الداخليه لازمها تتطور والشباب متاعها يضحي والحكومه لازمها تساعد في هذا الشيء باش يكون فما توازن بين كل المناطق يعني هذه مساله واضحه هذا هو العمل متاعنا في الخمسه سنوات وفي العشر سنوات القادمه هذاك علاش انا معناتها قلت على الفيسبوك لازمنا نكونوا جبهه معارضه مش لازم تكون رسميه مش لازم تكون رسميه وباسم حزب وكل شيء لا من بعد يمكن نعطيوها اسم حزب معارضه نتاع احرار تونس من اجل ثوره حقيقيه تجعل لتونس فمتجعلها عندها سياده ما عادش يدخلوا فينا ما عادش يدخل فينا قطر ما عادش يدخل فينا امريكا ما عادش يدخل وهو راهو الغرب عندما يشوفنا احنا احترمنا رواحنا واثبتنا وجودنا يولي يعاملنا كما يعامل الاخرين علاش الغرب يعامل مالطا باحترام وما يعاملناش احنا باحترام علاش على خاطر احنا مانيش محترمين احنا مازلنا قاصرين فكريا يعني التحرر من الاسلام والاعتراف بهويتنا التونسيه يخلينا عندنا قيمه ويخلي العالم يحترمنا لكن ما دام احنا نتبعوا في السبحه والعيد الكبير ورمضان والجوامع معبيه فهمت الجوامع فاضيين في الجوامع احنا عندنا ياسر حاجتنا شكون نعملهم عندنا 1200 كيلومتر بحر علاش ما نحلوش وتلة وكازينوات ومرافق ترفيهية حنا مناطق في تونس جدا جميلة حنا في بنزرة مناطق في تبرقة حتى في الصحراء في الصحراء حتى الجم الجم ذاك يولي جنة جامع القروان نجم يولي ريستوران جامع الزيتونة نجم يولي معلم أثاري وتكون فيه معناتها حركة ثقافية قرطاج نفس الشيء نجمو نحركوا فيه لازمنا نهتموا بالمناطق الأثرية متاعنا من جنوب للشمال وردوها مناطق ثقافية ومناطق سياحية راهي تونس تنجم تعيش 50 مليون إنسان احنا التوانسة 10 ملايين نجمو معناتها احنا شوف هاكا 1.5 مليون ليبي تخلنا اثرتش فينا ما اثر فينا شيء رانا عندنا منطقة استراتيجية جدا شوفوا جنوب افريقيا كيفاش عايشة خير منا وهذا ما يكون الا باشخاص وطنيين وطنيين حقانيين ماهوش تابع المعسكر الشرقي ولا تابع المعسكر الغربي الامريكي الخليجي ولا الاوروبي عباد وطنيين بالفعل اشخاص معناتها وطنيين يؤمنوا بتونس وبتاريخها وبالقدرات التونسيه راهو عندنا قدرات ما تنجموش تصوروها شوف قداش التوانسه في الخارج معناتها في كل بلاصه يمشيوا ينجحوا الا في بلادنا يقتلونا ويكسرونا ويخليونا حتى شيء حتى واحد عنده فكره يجوا يدمروه تلقى كان النباره تجي تطرح فكره يجي يقول لك لا ما تنجم تعمل حتى شيء وما تنجم تعمل حتى شيء والشعب بهيم والشعب بهيم والشعب بهيم والشعب بهيم تيزيهم التفكير السلبي كونوا ايجابيين انت كي تقول الشعب التونسي بهيم تقول اول شيء على نفسك انت بهيم الشعب التونسي مش بهيم الشعب هو اذكى شعوب فهمت بين قوسين العربيه الاسلاميه وحتى
فهمت؟ عندنا اتقان في كل شيء، عندنا قدرات، لكن مع الاسف، مع الاسف مازلنا قاصرين فكريا نتيجة الإسلام والفكر الإسلامي اللي علمنا على الخضوع. الديمقراطية والحرية ما نش نعيشوا فيها داخل ديارنا، داخل الأحزاب ما هيش، ما فماش حرية. كل الأحزاب السياسية ما فماش حرية، قاعدين يتمسخروا على الشعب. ها وخرج مظاهرات، ها ودر شنو، ها وهذا رفع شعار، ها ورفع شعار كذا وكذا وكذا، والعباد هزوا منا جيبوا منا، هزوا منا جيبوا منا. إذا هذه هي الفكرة اللي حبيت نقولها، لازم تكوين جبهة وطنية حتى تكون غير رسمية، تكون لها قيادة واضحة رمزية ونلتف حولها. رو احنا اللي نخلق الثورة، انا وانتي وهذاك 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 وهذاك، شوفهم هما كيفاش، فهمت؟ يخلقوا راشد الغنوشي متاعهم، يخلقوا ابو عياض متاعهم، يخلقوا الحمى الهمامي متاعهم، يخلقوا البشبوج متاعهم. كل واحد يخلق القيادة متاعه. احنا اللادينيين والوطنيين نؤمنوا بتونس كتونس ما عندنا حتى قيادة. كي تجي تطرح قيادة يقول لك لا وما لا، ويبداو ينبروا يزيهم التنبير. ولازمنا كما هما قسموا تونس، فهمت؟ كل واحد خذا شوية 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 شوية، فهمت؟ لازم الأحرار بتاع تونس، الوطنيين بتاع تونس اللي يحبوا تونس ذات سيادة، يجمعوا رواحهم ويلتفوا ويجعلوا لهم رمز يتكلم باسمهم، ويتحدوا حتى كان مش رسميا. هذه فكرة، فكرة، فهمت؟ إذا هذه هي الفيديو حبيت معناتها نحكي، هي عبارة على دردشة بصفة عامة. ولازم في الخمسة سنوات القادمة نحاولوا نوحدوا رواحنا ونتحدوا باش نكونوا قوة معارضة فعلية من أجل أن تكون لتونس سيادة. أشخاص مخلصين، أشخاص مستعدين يضحيوا برواحهم من أجل تونس. راهو كما نقولوا بالفرنسي، celui qui ne risque rien n'aura rien. اذا كان مانيش باش نحاولوا وباش نعملوا، رانا مانيش باش نحصلوا على حد شيء. هذه هي الفكره بصفه عامه، ومع فيديو قادم حول السياسه والوضع في تونس بصفه عامه. هذه القناه يعني قناه عملتها جانبيه باش نلقى الحريه باش نتكلم على تونس، على خاطر تعرفوا كي نتكلم على تونس معناتها فما معناتها اخوه من المناطق الاخرى معناتها ما تهمهمش الوضع في تونس، اكثر ما يهمهم مواضيع عامه حول الاسلام ونقد الاسلام وبصفه عامه. هذاك علاش شعلت القناه هذه اللي سميتها حركه تغيير شمال افريقيا، ولكن تو باش نبدل لها اسمها. انا شنو نحب؟ نحب نتكونوا معارضه فعليه وطنيه، وطنيه معارضه تكون واضحه ونجموا، فهمت؟ بشويه بشويه بشوية بشوية النجم، فهمت؟ وفما آلاف 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 معناتها ما همش تبعوا في السياسة على خاطر ما لقاوش جهة حرة وطنية يسيروا فيها. وهذاك علاش أنا أدعو لكل الناشطين، فهمت؟ لكلهم اللي معناتها نعرفهم واللي ما نعرفهمش، فهمت؟ كيما جلال بريك كيما غيرهم، ما يهمناش فيهم معناتها، معناتها ما يهمناش شكون احنا، المهم يكون وطني، انهم يتحدوا، فهمت؟ كله فما ياسر يتكلموا، فهمت؟ على معناتها الانترنت وغيرهم، فهمت؟ يتحدوا الكل ونحاولوا باش نكونوا مع بعضنا جبهه وطنيه من اجل ان تصبح لتونس سياده فعليه. وصدقوني نجموا نوصلوا من هنا لعشر سنين لعشرين سنة، نجم ونوصل مش مشكلة، خطر احنا الوقت معانا. ولأن كما قلت لكم الإخلاص والوطنية هي المهم. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلام.